السرديات كمصطلح هي كل ما قدم عن طريق الحكاية، ولكن الفرق بين السرديات والرواية هو الانتقال من الحكي العفوي إلى فن الرواية، وعمر الرواية العربية لا يتجاوز 150 عاما، بينما الرواية العالمية بدأت من القرن 15. نستطيع الآن بكل ثقة واطمئنان أن نقول أن لدينا ما يمكن أن نطلق عليه رواية عربية. أما السينما فهي فن أحدث من الرواية عند العرب. تصيغ ملتقى السرديات اليوم في حديث عن إشكالية العلاقة ما بين الرواية وما بين السينما، ترى يعني نتساءل دائما هل سمت علاقة بين الرواية والسينما، ولماذا يذهب السينمائيون إلى الروايات، ولماذا أصبحت الروايات التي تشاهد عبر السينما هي الروايات الأكثر تأثيرا والأكثر خلودا، على الرغم مما يقال هنا في هذا السياق إن واحدة من أهم إشكاليات نقل العمل الروائي إلى السينما. بلاد العالم الغربي تحديدا هي الفن السابع، أي سبقها الفن التشكيلي، سبقها المسرح، سبقها فن الرواية، فن القصة. بينما بسوريا أجت ضمن النهضة اللي أجت بعد 8 آذار، فكله مع بعضه طلع. يعني وقت جينا بدنا نشتغل سينما ما في رواية، رواية ضعيفة ما هي، وإلى آخره. معهد نظرا لأنه درسنا بمعهد عريق، هو معهد العالي للسينما بموسكو، اللي درسنا السيناريو 4 سنين مع الإخراج، فاللي أكترنا أجا من الأدب. أنا جيت من الأدب الفرنسي وكنت من طفولتي أكتب، لاحظت علي كيف؟ فجينا على السينما من الأدب. رغم كل شيء عم نتعرض له من ضغوطات، من حرب إذا بدك، حرب وجود إذا بدك، حرب حقيقية، ودلالة على هالشيء إنه كل يوم عم ينزل قذائف بنفس المنطقة اللي نحن عم نساوي فيها هذا الملتقى اللي يعتبر ملتقى إبداعي. نحن محاطين بمجموعة من القذائف، ورغم هيك نحن السوريين مشهورين يعني بثقافة الحياة، عندنا ثقافة الخلق، ثقافة الإبداع. لذلك قالوا عن دمشق وقالوا عن حلب إنه هي مدينة مبدعة، وباليونسكو عم بتصير على هذا الشيء، لأنه نصنع من أصعب الظروف أحسن الظروف لحتى يكون لنا وجود وفاعلية وحضور وإنتاج على كل المستويات. فكرة الملتقيات الثقافية التي أقامتها مديرية ثقافة دمشق حقيقة هي فكرة رائدة، وكنا نخطط قبل قليل على التوأمة ما بين محافظة طرطوس ومحافظة دمشق، أن نقوم بنقل هذه الملتقيات لتقام في دورتها 5 الشهر القادم إن شاء الله، ستكون في محافظة طرطوس، وسيكون هناك أيام طرطوس الثقافية في محافظة دمشق، لخلق نوع من التنوع ولتعريف جمهور كلا المحافظتين بمثقفي كل محافظة.